بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات سهله جدا ولذيذه جدا برضو. اول وصفه هنعمل الرقاق الطري. الرقاق الطري ده يا جماعه سهل خالص، ما فيهوش ابدا اي حاجه، محتاج بس نوع دقيق كويس ونعجن حبه شويه حلوين وزيت بس، خلاص كده هنعمل العجينه بتاعته. خصوصا الناس اللي عايشه بره مصر وما بتلاقيش الرقاق الطري وده بالنسبه لها يعني حوار، احنا ممكن نعمله وسهل جدا، وينفع نقلبه بعد كده ساندوتش بقى زي السندوتشات السوري والحاجات بتاعت بقى الشاورما والحاجات بتاعت الشارع الحلوه اللي احنا بنحبها، فهي بسيطه جدا هنعمله ان شاء الله. والوصفه الثانيه هنعمل صينيه رقاق طري بالكبد والقوانص، يعني هنستخدم بقى الرقاق الطري اللي احنا عملناه ده، هنعمل صينيه محشيه كبد وقوانص. الرقاق ده هيبقى ملفوف ومحشي كبد وقوانص بطريقه تحفه، وهيدخل الفرن هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. الوصفه الاخيره هنعمل شعريه باللبن، انا بحبها قوي. برضو وصفه سهله جدا ومقاديرها بسيطه خالص، هنعملها علشان تدفينا كده، ايه كل واحد ياخد له كده شفشق بقى، شفشق مش هينفع كوبايه او طبق، وناخد بقى من الشعريه باللبن اللذيذه اللي بتدفي برضو كده ايه في الجو التلجي اللي احنا فيه. ان شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم. الرقاق الطري معايا كيلو من الدقيق، دقيق مخبوزات او دقيق مكتوب عليه بيتزا، دي كده اهم حاجه، اي دقيق كده وخلاص لا تمام. او ممكن تجيبي بقى دقيق سايب من الفرن، يعني فران العيش الفينو بيبقى ايه اوقات ممكن يبيع دقيق سايب فتقدري تاخدي منه، لو مش متوفر جنبك بقى يعني مثلا سوبر ماركت بيبيع دقيق مكتوب عليه بيتزا مش عارفه ايه. وطبعا دقيق جميع الاستخدامات هينفع، بس الافضل والافضل هو الدقيق المكتوب عليه مخبوزات او مكتوب عليه بيتزا، اتفقنا؟ انا معايا كيلو من الدقيق، وكيلو من الدقيق ده هيبقى يدوب عشان تعملي كميه حلوه من الرقاق الطري، ينفع معانا في صينيه هنعملها، ينفع معانا في سندوتشات، الباقي ممكن يتشال زي العيش البلدي كده وتحطيه في الفريزر وقت ما تحبي تستخدميه تطلعي منه، فيعني اعملي الكيلو على بعضه هيبقى حلو قوي. عايزه تجربي في 3 كوبايات دقيق بس مفيش مشكله، لان في النهايه احنا هنحط عليه رشه ملح وهنحتاج ميه دافيه للعجن لغايه ما العجينه تلم معانا، وهنسيبه بقى يرتاح بتاع ساعه كده ولا ساعه ونص، ولما بعد كده نيجي نقطعه كرات مثلا او حاجه ونفردها هنفرد بالزيت بس. فانت في جميع الاحوال هيبقى دقيق، رشه ملح، ميه دافيه للعجن. ليه ميه دافيه؟ رغم ان مفيش خميره بتطري العجينه جدا وبتساعدنا ان واحنا بنعجنها انها ايه تبقى كده ملساء، ما تبقاش رخمه وترتاح بقى كده بالميه الدافيه، بتبقى انجح بكتير. انا جربت ده وجربت ده، فالميه الدافيه لقيتها فارقه جدا، يعني رغم ان ما يعني ما فيهاش خميره ولا حاجه زي ما احنا متفقين، بس بتفرق قوي في نجاح العجينه تمام. وبس، وزي ما قلت لكم زيت للفرد عشان نفرد بيه الرقاق الطري. نبتدي بقى على طول فيها، بس انا هجيب بوله اكبر عشان اعرف اعجن. هنحط كيلو من الدقيق، ممكن نحط معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره بحيث ان هو كيلو يعني، فاهمين قصدي؟ فكميه كبيره، لكن لو هتعملي مثلا 3 كوبايات يبقى رشه ملح بس كده، وميه دافيه بقى لغايه لما الدقيق ده كله يلم معاكي ويعمل عجينه. انا هنا في ميه دافيه، اه في ميه هنا سخنه مش دافيه، فانا هجيب الميه اللي هنا دي افضي منها كده شويه، ميه سخنه على ميه فتره من الحنفيه هيعمل لنا ميه دافيه بس كده. ايوه هو ده اللي انا عايزاه، ميه دافيه. وهبتدي بقى ايه احط ميه وعجن لغايه ما العجينه ايه بقى تلم معايا وتبقى كتله واحده من العجين كده. يعني حاولي زي ما دايما بقول لكم ما تكتريش قوي في الميه، وان شاء الله ما يكترش مني انا كمان دلوقتي عشان تبقي مسيطره. ولو عندك عجان بقى ما فيش مشكله، كان انتوا عارفين انا بحب بصراحه اعجن بايديا، يعني ببقى مبسوطه اكتر، ده بالنسبه لي كده افضل، بحس بالعجينه. ده غير كمان كل يعني حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا اللي ما عندهمش عجان، ما تحسش ان الوصفه رخمه بقى ولازم عجان عشان تنجح، صدقوني بجد انا في البيت عندي ما عنديش عجان،
يعني على طول بستخدم ايدي لما بحب اعجن اي حاجه. ومش عيب اللي عندهم عجان يعني انا برضو مش بقول ان اللي عنده عجان ده بقى يعني، لا مفيش مشكله، كل حد وحسب هو بيحب ايه. لكن في النهايه انا عايزه اوصل مسج ان الحكايه سهله حتى لو انت ما عندكيش عجان. بس كده العجينه لمت وبتبقى بتلزق سنه كده اهو. طبعا الجلوفزات بقى ايه هتبتدي تشتغل معايا وتغلس. احط كده ايه رشه دقيق خفيفه عشان بس الجلوفزات، وتقعدي بقى ايه تعجني فيها حبه حلوين كده 3 4 دقايق، هتفرق جدا جدا في نجاح العجينه. انا عايزه اغير الجلوفز ده بقى عشان ايه يضايقني. ونبتدي نعمل العجينه دي بقى كرات ونرصها في طبق وايه وندهنها بالزيت كده من فوق، ونسيبها بقى ترتاح مش اقل من ساعه عشان تتفرد معاكي بسهوله وتبقى ناجحه كده وجميله تبقي فرحانه بيها. رش الدقيق بس كده، هنعجنها كده. بس هتخيل معاكم ان انا ايه بقالي فيها شويه كتير بعجن عشان بس الوقت. ونجيب بقى طبق وليكن هذا الطبق اهو، هنحط زيت في الطبق وهاخد العجين ده هقسمه كده كور بعد ما بيتعجن تمام، واقوم رصاه بحرجه كده الاول كده في الزيت وسايباها كده على جنب بس كده. الزيت سيبها كده على جنب، هترتاح وهي بالشكل ده كده. طبعا لو خدتوا بالكم بصوا هتلاقوا العجينه لسه ايه مش طريه قوي لانها ما خدتش ايه حقها في العجين انها تتعجن، فاهمين قصدي؟ يعني مش ملساء كده، لا منخبشه شويه، بصوا منخبشه شويه. وتفضلي تعملي كده حسب الكوره اللي انت عايزاها تبقى على قد الرقاقه الطريه، وحسب الطاسه كمان اللي عندك قد ايه حجمها تمام. بنعمل كده في ايه في كميه العجين كلها بهذا الشكل الظريف، وبتغطيها وتسيبيها ترتاح زي ما اتفقنا ساعه. انا معايا بقى التمام اللي ارتاحت، هوريكم حتى فرق الشكل قد ايه مختلف، مش عشان ارتاحت بس علشان اتعجنت كويس. بصوا ادي فرق الشكل ما بين اللي لسه ما اتعجنتش واللي اتعجنت. اتهنى من فضلك يا استاذ احمد لو سمحت اهو. بصوا بقى دي معجونه حلوه قوي، فتلاقوها ملساء كده العجينه معجونه حلو وارتاحت. بصوا بقى دي يعني لسه كنت عايزه تاخد لها كده عجن محترم كده 3 4 دقايق علشان تدينا الشكل الظريف ده، فاهمين قصدي يا جماعه؟ هو بس ده كده ايه الفرق اهو. العجينه مش ملساء قوي لسه محببه، عايزه تتعجن كويس تمام يا شباب. خلاص بس كده هنشيل بقى ده، وهنشيل كمان الدقيق ده، طلع قرمة العجين وهنفردها بالزيت ونحطها على طاسة سخنة على النار كده. نشيل بس نوسع مكان معايا بقى زيت، هفرد زيت هنا كده على القرمة عشان نغير الجلوفزات دي عشان برضو ايه تسهل عليا شوية. والطاسة عايزينها على نار متوسطة، متبقاش عالية قوي ولا سخنة قوي علشان الرقاق ما يتحرقش مننا، يستوي كده بشكل كويس كده. بقى الزيت اهو، هندهن ايديا وهدهن القرمة
وهاخد كوره كده من العجين كده اهو، هحاول كده ايه اوسع فيها، مش هتتفرد غير بالزيت. الفرق بقى ما بين الرقاق الطري يا جماعة والرقاق الخشن الرقاق الناشف ان الرقاق الناشف بيتفرد بالدقيق، لكن الرقاق الطري بيتفرد بالزيت كده. واحنا بقى ممكن بالسكينة نقطع دايرة، انا اصلا القرمة بتاعتي دي فيها دوائر، كده هحاول كده ايه اقطع على قد الدايرة بالسكينة. نشيل الزيادة دي تمام، تبقى كده ايه يا جماعة رقيقة. طاسة على النار درجة حرارة متوسطة، هشيل الرقاق اهي على النار وهبتدي بقى ايه نفرد الرقاق. اول ما حطيته اللون، بصوا اللون اللي اخده ده، بفضل سايباه كده لغايه لما كل شكل العجين اللي باين قدامي ده يروح، واقوم قلبها الناحيه الثانيه. شايفين؟ وما بحتاجش بقى ادهن الطاسه زيت ولا اي حاجه خالص، هي العجينه اصلا مفروده بالزيت فما فيش فيها مشكله خالص. اول ما بتغير اللون اهو بصوا كده تمام، هقوم واخداها كده وقلبها الناحية التانية بس كده دقيقة كمان عشان ما اشوفش العجين نهائي، ويبقى خلاص الرقاق الطري جاهز. تعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها كلها وتحطيهم فوق بعض، مش ضروري تغطيهم، هيفضل طري ما تقلقيش، مش هيحصل له حاجة، مش هينشف ولا حاجة، لان احنا فردينه بالزيت. ما دام انت فرداه بالزيت ما تقلقيش ابدا. وهنا بقى طبعا كمية اهي معمولة من قبل ما نطلع مع بعض الحلقه عشان نلحق نعمل صينيه. بصوا اهو هاتهولنا يا استاذ احمد، مهما نكرمشه اهو ما بيحصلوش ابدا اي حاجه اهو تمام اهو، اديني هكرمش اهو اهو كده اهو، ما بيحصلوش حاجه ولا هينشف ولا حاجه خالص، بسيط جدا وظريف ما فيهوش حاجه. تفضلي كده واقفه عليه تمام، وزي ما قلت لكم بنفس الرقاق الطري ده تقدري تلفيه اي سندوتشات وتتلسع كده على الجريل من ناحيتين سندوتشات، سواء ده كان حلو او حادق، يعني ممكن حلو كمان لو عايزه تحطي شوكولاته وموز، يعني تقدري تلعبي فيه زي ما انت عايزه. وبس عندنا فاصل، هلم بقى الكلام ده كله عشان عايزين نلحق نعمل صينيه الرقاق الطري، رول الرقاق الطري بالكبد والقوانص، ظريفه جدا، خليكم معانا. انا جيت خلصنا الرقاق الطري، هنعمل بقى دلوقتي صينيه بالرقاق الطري ظريفه جدا، هنحشيها كبد وقوانص. هقول لكم المقادير، معايا رقاق طري تمام، معايا كيلو من الكبد والقوانص، خليط كده كيلو او اقل حسب الكميه اللي انت هتعمليها، ويكونوا متقطعين صغير جدا شرايح رفيعه. الهدف من التقطيعه دي انها ايه يستوي كده على طول ويتشوح معانا اوام ما نبقاش ايه الحاجه لسه مش مستويه، وكمان عشان ما تبقاش مكلكعه كده، لان احنا هنحشي بيها الرقاق الطري اللي فيها رول تمام. بصله كبيره مبشوره، معايا فصين من الثوم المفروم، ملح وفلفل اسود، معلقه صغيره من السبع بهارات،
رشه من جوز الطيب، معايا بقى جبنه شيدر، معايا جبنه موتزاريلا، معايا طماطم شيري، حاجات بقى هنحطها في على الوش كده قبل ما ندخلها الفرن وبس خلاص. ممكن نحتاج شويه بصل احمر مع طماطم شيري والفلفل الاخضر ده في الاخر خالص بعد ما يطلع من الفرن نرش عليه دول كده حاجه خفيفه من فوق، يدوا الوان حلوه قوي، اللون الاخضر مع الموف مع الاحمر هيعمل لون جميل وشكل حلو قوي شاهي للصينيه، ان شاء الله تعجبكم. عايزين بسرعه بقى دلوقتي نشوح ونسوي الكبد والقوانص. نجيب سباتولا ونحط زيت طبعا، معلقتين كده ثلاثة من الزيت، واول حاجة هنزل بيها من غير ما اعمل اي حاجة خالص هي ايه؟ القوانص. هنشوحها الاول. بصوا متقطعة شرايح رفيعة خالص ازاي، متقطعة شرايح رفيعة جدا علشان ما تاخدش ابدا اي وقت في التسوية. لو انت عندك قوانص اصلا مسلوقه يبقى تقطعيها ايه شرايح مسلوقه كده عادي وتديها برضو تشويحه خفيفه كده قبل ما تضيفي لها الكبده، لكن لو نيه زي اللي معايا على قد ما تقدري تقطعيها شرايح رفيعه عشان ما تغلبناش في التسويه ونخلص الموضوع خلص بسرعه. انا بس كده تتشوح كويس وما اشوفش ابدا اي ما احسش انها نيه اقوم حاطه على طول الكبده. هجيب الكبده هنا كده جنبي برضو متقطعه شرايح رفيعه، والبصل والثوم ورشه جوز الطيب والسبع بهارات والملح وفلفل. هي دي كده بس الحشوه. الحشوه دي عايزه اقول لكم انها بتطلع حلوه جدا جدا جدا، يعني طبعا معظمنا او كل الناس اللحمه المفرومه هي الاساسي في مع الرقاق، لكن والله يا جماعه الكبد والقوانص بتاعه الفراخ مع الرقاق الطري رول كده لذيذه قوي حلوه جدا. طبعا حسب برضو ايه ذوقكم بقى وزي ما انتم عايزين. انا عايزه ارش رشه فلفل اسود على القوانص، رشة الفلفل الاسود دي مع التشويح كده تعمل ريحة شهية خطيرة تفرق في الطعم كده. بس اتشوحت خلاص ونزلت ميتها، انا عايزة احط لها بقى دلوقتي الكبدة اهو، كبدة فراخ متقطعة شرايح رفيعة جدا بس كده. نقلب بقى يا سلام يا سلام. الكبدة طبعا مش هتاخد ابدا اي وقت ولا اي حاجة، هتلاقوها على طول استوت وكمان متقطعة شرايح رفيعة يعني هوا هتبقى استوت. نحط بقى ملح فلفل، هنحط جوز الطيب ومعلقه صغيره من السبع بهارات، كده وبعدين هضيف البصل والثوم. بصل مبشور كده، السلام على الريحة. كده بعدين نقوم حاطين ايه بقى الثوم بس
اصلا يعني دي عشوه كده لوحدها، الكبد والقوانص دي مع عيش فينو طازه كده مثلا ولا حاجه، يا خبر يا خبر. لا انا مش شيف. بس كده نشيل بقى الاشياء دي ونبتدي نحضر للصينيه والرقاق الطري اللي احنا هنعمله كده. دي صينيه بايركس مناسبه جدا، بس نجيب القرمه الكبيره دي هنا كده تمام. ومعايا بقى ايه الرقاق الطري الظريف اللي احنا عاملينه، عاملين كميه كده حلوه. كده خلاص كل الحاجات اتشوحت والميه اللي نزلتها القوانص شربتها تاني وكله تمام. عايزه تجربي تدوقيها الاول وتتاكدي ان هم استووا قبل ما يبقوا حشوه، مفيش مشكله، تقدري تاخدي حته من القوانص او حته من الكبده وتطمني انها استوت. حسيتي انها لسه محتاجه شويه وقت، غطيهم وسيبيهم على النار لغايه لما يستووا تماما. تمام. هعمل ايه بقى؟ عايزه اجيب المعلقه دي ومعايا اهو الرقاق الطري. تمام. لو في اي حتت مكلكعه كده تخينه ولا حاجه عايزه تشيليها بالسكينه ممكن نعمل كده، لان غالبا الاطراف اوقات بتبقى في الطاسه واحنا بنعملها تبقى كده ايه تخينه مش رقيقه كده وظريفه، عشان ما تضايقناش في الاكل كده مثلا. بس كده ناخد بقى من الحشوة الحلوة دي هنا كده ونحط كده اهو. تمام. وايه ونلفه كده رول كده على نفسه، ندخل اي حاجة زيادة ولا حاجة واقعة كده وهشيلها بالراحة خالص وهرصها كده. بس وهعمل كده بقى ايه فيهم كلهم اهو، بشيل اي حتة تخينة كده من على الحروف ممكن بطبق بقى كمان مثلا لو عايزه ايه تقصيهم بشكل منمق اكتر يعني. ايه يا طاسه في ايه؟ الطاسه بتلف كده. عايزه تضيفي للحشوه اي حاجه طبعا براحتك. كده اهو. نشيلها كده بالراحة ونرصها من ايه في الصينية. تمام كده. مش عارفة اعدلها. وهكذا 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 لغاية لما نخلص ايه يا جماعة الصينية. انا هعمل بقى كام واحدة كده فوق بعض، نشيل الاطراف بتاعتها مرة واحدة علشان الوقت. بس ريحة الكبد والقوانص خطيرة، تجوع قوي. انا بشم روائح الاكل وجوع واجي اكل بقى. والله الامهات اللي بتطبخ والله ما بياكلوش، بينسوا نفسهم كده ويقولوا بقى مش دلوقتي. وقفة المطبخ برضو بتخلي الواحدة ايه مش جعانة قوي في الاول يعني، بعد شوية بنجوع بقى طبعا، بيطلع كل ده كلام فارغ. الواحد ساعتها بقى ايه بيدور على نفسه بقى انه جعان. كده كده كده
هنخلص حالا علشان نلحق نطلع فاصل. حاضر. واحنا قدامنا وقت قد ايه؟ عايزه بس ايه الحق احط الصينيه بس في الفرن كده. كده كمية الحشوة بقى براحتك يعني، بس ما ت يعني ما تحطيش قليل، كتري كده، خلي ال يعني خليها كده بقى شكلها حلو. فاضل بس واحدة، بس واحدة فقط، نشيل التكتلات دي كده اهو. بس واخر واحدة هنعملها عشان نحط فوقيها بقى جبنة وندخلها الفرن. كده اهو. بس يا جماعة كده تمام جدا. معايا بقى جبنة شيدر، نحطها كده عليها كده من فوق بالشكل ده. ممكن عايزة تحطي بقى جبنة موتزاريلا برضو، مفيش مشكلة خالص، براحتك. فرن سخن درجة حرارة 200، الجبنة بس تسيح، انا مش عايزين حاجة تانية اكتر من كده. الكبد والقوانص خلاص احنا حطيناها مستوية، عايزين بس كده ايه الرقاق مع الكبدة والكبد والقوانص يبقى يتشربوا كده من بعض ويعملوا طعم حلو، والجبنة اللي احنا حطيناها على الوش دي كده تسيح. وبالهنا والشفا. هدخلها الفرن وهنطلع فاصل وضب الدنيا والم اشيائي عشان نلحق نيجي نعمل بقى الشعريه باللبن بقى. اوعوا تروحوا باي مكان، خليكم معانا. انا جيت، ازيكم؟ عايزين اطلع بسرعه صينيه رقاق طري بالكبد والقوانص عشان هي خلاص خدت وش والجبنه ساحت، بقت جاهزه خلاص. تمام. ايوه يا سلام، بصوا بقى شكلها ظريف جدا ازاي، خطيره ان شاء الله تعجبكم. عايزين بقى ايه نرمي على الوش كده طماطم شاري بقى، بصل احمر زي ما قلت لكم، وكمان فلفل اخضر عشان بس الالوان لطيف قوي. هقول لكم ازاي دلوقتي. بصوا اللي حصل ده. انا بقطع الطماطم، كل اللي عصره الطماطم جت في وشي. ماشي يا طماطم، عشان السكينه مش حاميه كده اهو. هرمي بقى كده ايه شويه من الطماطم على الوش، شويه كده بصل اخضر برضو، وهي سخنه كده يا جماعه ولسه مطلعينها من الفرن. ماشي. وفلفل رومي اخضر. ايه اللي انا بعمله ده؟ صدقوني طعمه فظيع. كل واحد كده ياخد له واحده من الرقاق ده. تقدري طبعا تعملي صينيتين، تعملي صينيه كبيره براحتك بقى خالص. بس كده ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنقله بقى هناك عشان الاستاذ احمد يصوره بقى براحته اهو. حطه هنا صينيه الرقاق الطري بالكبد والقوانص، ظريفه جدا. هنعمل بقى دلوقتي الشعريه بلبن. هقول لكم دلوقتي حالا المقادير ونبتدي فيها على طول ايه عشان تجربوها ان شاء الله. الشعريه باللبن الظريفه جدا في الجو التلج ده، لسه طرطشت الطماطم على وشي يا جماعه. ماشي، بعمل الطماطم كده. بصوا معايا كوبايتين من الشعريه. تمام. الشعريه دي عايزين ايه نديها كده تحميصه خفيفه مش جامده قوي.
طبعا بس بالزبده ومعلقه زيت، معايا كمان معلقه كبيره من اللبن البودره. بصوا بقى يعني الخليط اللي انا هحطه على الشعريه بعد ما تتشوح كده وتاخد لون حلو عباره عن ايه؟ معلقه كبيره من اللبن البودره، معلقه كبيره حلوه مليانه كده، ومعلقه كبيره من الكريم شانتيه البودره برضو. ما عندكيش كريم شانتيه بودره وعندك كريمه الخفق للحلويات، ممكن تاخدي كوبايه من كريمه الخفق للحلويات مع اللبن، تمام؟ يعني احنا هنحتاج في اللبن لتر لبن، اوكي؟ لتر ده يعني 4 كوبايات كبار. لو انت ما عندكيش كريم شانتيه بودره، شيلي كوبايه من اللبن وضيفي بدلها كوبايه من كريمه الخفق للحلويات. لكن لو عندك كريم شانتيه بودره يبقى لتر لبن عادي خالص، عليه معلقه كبيره من اللبن البودره، معلقه كبيره من الكريم شانتيه البودره. معايا معلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من الزبده، دول اللي احنا هنشوح فيهم الشعريه زي ما اتفقنا، لتر من اللبن الحليب الدافي او السخن، يعني يفضل يبقى سخن، 4 معالق كبار من السكر، معايا بقى كمان في الاخر كريم شانتيه في الثلاجه اللي هو مضروب اصلا وجاهز، شويه مكسرات مجروشه يعني عشان كده نزوق بيه طبق الشعريه باللبن لو تحبوا. عايزه احط اللبن دوت في الفريزر، احطه في المايكرويف يسخن شويه اكتر من كده عقبال ما نشوح الشعريه. وهنا كده عشان عايزاه سخن. بس كده، لان لو حطيناه بارد مش هيبقى حلو، يعني احنا عايزينه سخن كده مع ايه؟ مع الشعريه. هنحط معلقتين زيت، تمام، وهنحط زبده، يعني معلقه كبيره كده من الزبده، الزبده بس تسيح، بس كده عشان نشوح ايه؟ الشعريه. طبعا يعني كلنا بنعرف نعملها الحقيقه، في ناس كتير جدا شاطرين قوي في الشعريه بلبن، ويبقى العروسه لسه جديده بقى بتاع مش عارفه ايه، ما جربتهاش قبل كده، بتاكلها دايما عند ماما، فجربيها بقى بالطريقه دي هتعجبك قوي. الزبده والزيت كده تمام، ننزل بقى بالشعريه. تمام، هتتشوح كده وتاخد لون. الشعريه طبعا من الحاجات اللي هي ايه بتاخد لون بسرعه، اوام اوام يعني، مش هنستنى عليها كتير. شيل الزيت ده هنا كده، ومعايا الكريم شانتيه البودره، معايا السكر، معايا اللبن البودره، هي الشعريه بس كده تاخد لون، وانا هبقى ايه اطمنت عليها تاخد لون ذهبي جميل بقى، ما تخلوا بالكم ما تخلوهاش ايه تغمق قوي. بالذات لما بتبقى كميه كبيره كده من الشعريه في حله كبيره، لو غفلتي عنها شويه مثلا هتلاقي شويه لون وشويه لا، فيطلع طبق الشعريه باللبن الشعريه شكلها غريب كده، شويه واخدين لون وشويه لا، فاهمين قصدي؟ فانت لازم تبقي واقفه قدامها كده وتستمري في التقليب، يعني علشان على قد ما نقدر كله ياخد لون واحد. تمام، شوف كده اللبن سخن ولا هيحتاج وقت تاني يسخن. ايه يا لبن؟ لا نديله وقت كمان شويه. بس كده، ايه الاخبار يا شعريه؟ الشعريه باللبن دي صديقه الطفوله عندنا كلنا، مفيش حد ما بيحبهاش، حاجة حلوة سهلة وسريعة وبتدفي. كده ايه خلاص اهي متلون. لو شوحتيها في زبدة بس مش هينفع، مش هتبقى مفلفلة كده، يعني ضروري ان مع الزبدة، يعني الزبدة هتبقى مديانة الطعم والزيت هيخليها تاخد لون حلو، يعني خلوا بالكم من الحكايه دي، ما تبقاش بالزبده بس،
لا لازم معاها شوية زيت، ينفع طبعا تتشوح بالزيت بس طبعا مكعب الزيت ده اللي انت هتحطيه ده هيفرق جدا في الطعم، خلي الطعم كده ايه اغنى كده والذ. اهي تاخد لون ظريف اهو. تمام بص بقى اهو اللون ده هايل هايل، يعني عقبال ما اجيب اللبن السخن كده. تمام لازم نلحق نطفيها على طول، لان هي حتى لو انا شلتها كده من على النار هتفضل تستمر انها تغمق، فاهمين قصدي؟ هي الشعرية حساسة قوي، حساسة بس كده. هروح اجيب اللبن بقى كده، هي خلاص خدت لون هايل. تعالى يا لبن. اللبن كمان سخن جدا وبقى خطير. تمام يعني انت تقريبا عمل قشر من كتر ما سخن. هنحطه بقى على طول على الشعرية. بس كده تمام. هنبتدي بقى نحط بقية المكونات الظريفة. عندنا بقى سكر، سكر ابيض عادي خالص. احنا متفقين ان احنا حاطين لتر من الحليب، لتر من الحليب يعني تقريبا 4 كوبايات كبار. فالاربع كوبايات كبار دول تحط لهم سكر حسب الرغبة، لو كل كوباية لبن عليها معلقة او معلقتين من السكر يعني زي ما تحبي. هنحط كمان الكريم شانتيه البودرة، هنحط اللبن البودرة، وكمان الفانيليا. يا سلام يا سلام يا سلام على الريحه. بصي بقى عشان تطلع معاكي حلوه ومظبوطه، هي دلوقتي كده غليت قدامنا يا جماعه وبتغلي عشان احنا حاطين لبن سخن. فخلاص هنعمل ايه؟ المفروض ان انت كده ترفعيها من على النار بعد ما عملنا خلاص حطينا السكر ودوبناه والكريم شانتيه واللبن البودره والفانيليا، وتقومي مغطياها كده من وهي خلاص اترفعت من على النار، وتسيبيها كده متغطيه لمده 10 دقائق او ربع ساعه في الرينج ده. هتفتحي عليها هتلاقي الشعريه استوت وبقت جميله جدا، لكن لو فضلت سايباها على النار تغلي كتير الشعريه هتستوي قوي وهتبقى طعمها مش حلو. دي طريقه تحفه. كذلك على فكره الشوربه اللي بالشعريه، بعد ما بنشوح الشعريه وتحطي عليها الشوربه او لسان العصفور مثلا، ما تسيبيهاش على النار، لا غلوتين بس وتقومي رافعه الحله بعيد عن النار وتغطيها وتسيبيها مركونه 10 دقائق، هتلاقي لسان العصفور استوى لوحده وبقى تحفه. مش بقاله كتير بيغلي على النار والشوربه تبتدي تقل وتضطري تحطي ميه تاني وتلاقي الطعم راح كده ما بقاش حلو، لا فانت ايه تقومي مغطيها كده وسايباها بس 10 دقائق، هتلاقي الشعريه معاكي ايه نفشت واستوت وبقت هايله. نظرا طبعا لقله الوقت مش هينفع اسيبها 10 دقائق، فانا هغرفها على طول. بس انتوا خلوا بالكم من النقطه دي عشان تبقى الشعريه مستويه، لكن لو سبتيها كتير على نار عاليه مش هتبقى حلوه. تمام؟ رغم ان احنا بنعرض اللبن اللي هو يفور وممكن طعمه يغير شويه، لكن كده احلى شعريه بلبن هتاكليها ان شاء الله تعجبكم جدا. احنا بقى ايه عايزين نجيب الاطباق الظريفه اللي احنا هنقدم فيها. مثلا اهي معايا مكسرات بقى زي ما اتفقنا، سوداني على فستق على عين جمل، حاجات كده بندق، حاجات كلها مكسره. كان بودي تبقى الشعريه استوت عشان ايه تبقوا متخيلين معايا انا بتكلم في ايه. بس بصوا يا جماعه يعني هي خلاص داخله في التسويه، بصوا ايه اللي بيحصل، بصوا حصل لها ايه. يعني احنا كمان لو سيبناها كمان 10 دقايق كده على بعضها هتلاقيها بقت هايله، ولا محتاجه تقعد تغلي كتير ولا اي حاجه خالص. هنجيب الكبشه كده ونغرف بقى ايه في الطبق احلى شعريه بلبن ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو باتت في التلاجة معاكي حبيتي تزودي شوية لبن تاني كمان عليهم زودي، مفيش مشكلة. ترفعيها كده تاني على النار
او تضيفي لها، بلاش ترفعيها على النار، ممكن تضيفي لها على طول لبن سخن تاني زياده بتاع كوبايتين مثلا ولا حاجه كده. واخر بقى معانا هي خلاص، بصوا الشعريه تقريبا خلاص استوت يعني، بس كده عندي كريم شانتيه في التلاجة عشان ادلعها يعني، هجيبه. عشان تبقى خطيرة اكتر ما هي خطيرة. تخليها بقى ايه يعني، بقى غنية كده ولذيذة جدا ان شاء الله، تجربوها وتعجبكم. بس كده 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 بس. مكسرات كده وبالهنا والشفا يا جماعه. شعريه بلبن هتلاقوه من بره بقى، الايس كريم كده بارد، قصدي الكريم شانتي ساقع من الثلاجه، والشعريه باللبن سخنه، هتبقى بقى لذيذه قوي. بس كده الحلقه خلصت، ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم، وايه وتجربوا الوصفات ان شاء الله. هنحطها بقى نقدمها هناك، نشيلهم كده سخنه بس كده. عملنا ايه النهارده؟ عملنا اول حاجه مع بعض الرقاق الطري، وصفه سهله جدا. الرقاق الطري دقيق وملح وزيت، حاجه بسيطه خالص وان شاء الله يطلع ظريف جدا. وعملنا له صينيه الرقاق الطري بالكبد والقوانص، سهله جدا جدا ولذيذه، طعمها خطير، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والوصفه الثالثه عملنا مع بعض الشعريه باللبن وعليها كريم شانتيه وشويه مكسرات، حلوه جدا جدا جدا، ان شاء الله تجربوها. وبالف هنا وشفا، انا بشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا عليا، واستنوني كل يوم على قناه النهار الساعه 2. باي باي.